يخني الفراخ بصوص الديمي جلاس. يا والله مزيكا صح يا محمود؟ مزيكا ولا مش مزيكا؟ صباح الفل. فالنهارده هنعمل صوص الديمي جلاس مع الفراخ اللي ومقطعينها شرايح كده زي الشاورما. طيب ما عنديش صدور وما عنديش الشاورما دي، ينفع ان انا اقطع بالصدور فراخ؟ اه. ينفع ان انا اعمل ديت اعاده تدوير؟ يعني ينفع ان انا اجيب فراخ مثلا تكون بايته عندي زي ما انت لسه قايله يا نونا، ونبدا نقطعها نسال رفيعه كده زي الشاورما ونعمل فيها الخلطه اللي انت؟ اه طبعا ينفع. ما عندناش بفضل ربنا حاجه ما تنفعش. طاسه سخنه على النار، وجيم هينزل لنا المقادير، وادام مستخدمين زبده يبقى هنستخدم زيت، وادي حبه زيت اهم في الطاسه علشان ننزل عليها الزبده وهي سخنه. طيب مقاديرنا بتقول ايه في الفراخ بصوص الديمجلاس يا رغده؟ يلا بينا. يخني الفراخ بصوص الديمجلاس بتقول ان احنا معانا نص كيلو صدور جوليان، وارجع واقول مش شرط، حتى لو عملتيها بمكعبات هتقول لك لا، والله ما هتقول لا، اللي موجود عندنا يا ست الكل نستخدمه. بصل جوليان احمر متفرط، وليه احمر؟ مع صوص الديمجلاس ومع الفراخ بيبقى التطعيمه بتاعته احلى بكتير. طيب فلفل الوان جوليان، عندي فلفل حامي ممكن تستغني عنه لو مش عايزاه، ثوم وزبده وزيت، وثلاث معالق كبار من صوص الديمجلاس، بهارات فراخ وملح وفلفل اسود. واحنا عندنا رز ابيض مقدمينه مع الوصفه دي صح؟ زي ما انا ما قلت امبارح، مع حبه رز ابيض مش بشعريه. الوصفه دي مع رز ابيض مش بشعريه. عارفه انت لما تكوني عامله طبخه تقولي ايه؟ يا الطبخه دي مع حبه رز بشعريه تجنن، بس انت مش شايفاها مع رز ابيض. دي بقى ما ينفعش تتعمل مع رز بشعريه، لازمها رز ابيض عشان تطلع لك مظبوطه على الشعر. حبه زيت على النار، ننزل بالزبده بالشكل ده كده. الطاسه سخنت معانا، الزيت كمان سخن علشان ننزل بالزبده على طول تبقى بالشكل ده. كالعاده هننزل بالفراخ علشان تاخد الصدمه، مع رشه فلفل اسود علشان ما تدينيش سوائل بالشكل ده كده. سواء الوصفه دي او تقديمها هيبقى يجنن. مجرد ما شمت النار حبة من الفلفل الأسود بسرعة بالشكل ده. من المنظر ده كده تاخد بقى الصدمة بتاعتها، يتغير اللون بتاعها ونبدأ نشوف هنعمل ايه. طيب عندي فلفل ألوان جوليان، عندي توم، والتوم والفلفل الحامي مع بهارات الفراخ هينزلوا قبل البصل. طب صوص الديمجلاس ده هنعمل فيه ايه؟ لا بصي بقى، صوص الديمجلاس ده هنعمل كده ونجيب شويه من الميه وندوبه بره. ما ينفعش صوص الديمجلاس يتاخد وهو بودر كده ويتحط على الوصفه على طول، لازم علشان تاخدي نتيجه مظبوطه ليه لازم يتحط في ميه. طيب انا حطيت فلفل اسود، اوعي 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 تحطي ملح. ليه؟ علشان صوص الديمجلاس مملح، صوص الديمجلاس مملح، وكل ما بيقعد على النار ويغلي كل ما بيحدق اكتر. ايه ده؟ ايه الصوص اللي راكبه عفريت ده؟ اه والله العظيم صوص الديمجلاس كل ما بيقعد على النار ويغلي زياده بياخد حدوقيه اكتر، علشان كده نعمل ايه؟ ما نحطش الملح الا في الاخر خالص بعد ما تقفلي النار. بعد ما تقفلي النار وتشيلي الوصفه كده من على النار تروحي حاطه الملح، ده لو احتاجتي، لان في اغلبيه الاوقات ما بتحتاجيش ان انت تحطي ملح عشان هو بيبقى متملح تمام وزي الفل. طيب الفراخ اتغير لونها مع رشة الفلفل الاسود، نزلت بالثوم، عندي فلفل الوان وفلفل حامي، وهنزل بالحامي الاول، بهارات الفراخ، كل ده ينزل تمام وانا مطمنة ادام الفراخ معانا خدت الصدمة بالشكل ده كده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك. طيب ثانية واحدة، هو انا عايز اسال سؤال، حبه الفراخ دول مش هيقضوني، وانت عامله لنا فلفل وعامله لنا بصل، هل ينفع ادخل عليها خضار؟ يا روحي ما عنديش اي مشكله، دخلي بطاطس، دخلي جزر، دخلي كوسه، كل دوت ممكن يدخل معاه، مش هيقول لك لا، دخلي بسله مع جزر مع بطاطسايه مع كوسايه، مش هيقول لك لا، كل ده ماشي تمام وزي الفل. ننزل بالفلفل، الفراخ كده تمام ريحتها مع بهارات الفراخ اصلا تجنن بالشكل ده كده. يلا بينا
عندي بصل هنزله هو كمان مع الفلفل، بصل احمر جوليان متفرد، واعمل كده عشان السخونيه بتاعه الصنف تقدر ان هي تدبل لي البصلايه، لان انا ما ايه شيء طبيعي اللي بيدبل البصلايه ايه الملح، وانا مش هينفع احط ملح خالص عشان عندي صوص ديميجلاس. فهبدا السخونيه بتاعه الفلفل والفراخ هعتمد عليها ان هي تساعدني ان البصل اللي معايا يدبل بالشكل ده كده. بالمنظر ده. يلا بينا يلا بينا. ادي الميه وادي صوص الديميجلاس. سامعاكي يا ست الكل يا اللي بتقولي ايه ايه يا نونا، هو الميه دي مش كتير على الصوص اللي احنا حاطينه؟ لا يا ست الناس، ليه؟ لان الصوص ده مجرد ما بينزل على النار زي ما هو ما بيحدق زي ما هو ما بيتقل، فكل ده هيتقل. شايف الصوص عامل ازاي؟ بصوا تقل ازاي. ناس كتير قالت ان الميه اللي انت حطاها كتيره، لا مش كتيره، بصوا تقلت ازاي. طب ما ندوق علشان نشوف هو فعلا هيحتاج معانا ملح ولا لا. بسم الله، مظبوط على الشعره، اقسم بالله مظبوط بالشعره، مش محتاج ولا سنه ملح حتى. بهارات الفراخ اللي احنا حطيناها مع صوص الديميجلاس ظبطت الطعم بطريقه تجنن.